الحمد لله اليوم حنايا فرحانين، الاداء ديال المغاربه ديالنا كان في المستوى، ميم سي الحكم ما كان شد معانا الريتم واحد شويه جا منهم، مي الحمد لله. وكنتمنى ان شاء الله نمشيو نوصلوا للفينال ونديو الكاس، علاش لا؟ نقول لك كنا حنا عائله زعما، واحد الفرحه عارمه، ما حسيتش براسي حتى نقصت من بلاصتي، والحمد لله الحمد لله، وعاش المغرب. المغرب كان الشعور ديالي بزاف زوين حيت المغرب ربحات وديما وداد ديما وداد ديما وداد. ناضين ولكن مرابط تقاتل علينا. برافو عليهم، احنا اليوم فرحانين كمغاربه من طنجه للكويره، كنقولوا برافو وليد، برافو الدراري، هذه البدايه مازال ان شاء الله نمشيو بعيد، شرفتونا حنا وراكم، ديما فرحانين، برافو ديما مغرب. حاكم زياش هدف واعر واعر بزاف، كنقولوا برافو ليه، برافو وليد، رجع علينا حاكم زياش، رجع علينا حمد الله الزراوي اللي كان واحد رزانا فيهم، صافي تخوازو هادي، برافو الدراري، ربحوا اداء ونتيجة ان شاء الله مستقبل افضل. تبارك الله على الدراري صراحة فرحونا اليوم، وتبارك الله كيما شتو، واخا كان اجواء في كازا، كان الشتا وكان الجو شوية بارد، إلا أن الناس خارجة، كلشي ناس، كلشي فرحان، كنشكر الدراري، وكنتمنى إن شاء الله ما يحبسوش هنايا، يكملوا إن شاء الله حتى علاش ما ندوش حنا إن شاء الله كأس العالم. كاين زياش تبارك الله عليه دار مقابلة زوينة، كاين أمراب تبارك الله على أمراب، تبارك الله على الدراري كاملين، واخا ما ذكرتهمش كاملين، المغرب اللي لعب أخويا. تبارك الله عليهم ما شاء الله، الله ييسر اليوم، زياش تبارك الله عليه، وديما مغرب، إحساس لا صراحة لا يوصف، في الدقيقة يلاه بدا البيت، يلاه بدا الماتش، تبارك البيت ما شاء الله، الله يحفظهم، الله يحفظنا من العين، يا ربي والله ييسر اليوم إن شاء الله نهار ثلاث. يفرحونا عاوتاني. الاداء ديال المنتخب اليوم كان واحد الاداء اللي واعر، فرحونا الدراري، تقاتلوا داروا اللي عليهم، الحمد لله دزنا في المجموعه احنا الاولين، دزنا بكامل النقاط الحمد لله، فرحونا، كان عندنا واحد الامل في المنتخب اننا نفرحوا هذا العام وما خيبوناش الحمد لله، فرحنا بزاف، وحنا الشعب المغربي راه دغيا كنفرحوا الحمد لله ديما مغرب. بعدا للعلم هذا اسرع هدف للمنتخبات العربيه في المونديال كامل، فالحمد لله حنا فرحنا، وكنا محتاجين هذه الفرحه، تبارك الله راه كل شيء خارج، واخا الشتا واخا البرد، كنتمنى من المنتخب يكمل على هذا الاداء اللي بدا به، ما يكونش زعما ما يكونش الهدف ديالو هو غير ندوزو للدور الثاني، بغينا ان شاء الله نفرحوا نكونوا اول منتخب كيدوز الدور النصف الربع والنصف، وهذا وحنا بغينا نكبروا الامل ديالنا ونكبروا الطموحات ديالنا، وديما مغرب وفرحونا الدراري. الحمد لله كانت مباراه جد جيده، اللعابه دخلوا بواحد لاغرينطا جد قويه، كيف مشي الجمهور بلاغرينطا بكلشي الحمد لله بون ماتش. الفرحه صراحه ما يمكنش حتى شي واحد ما كان موقع السيناريو صراحه، المنتخب بغيت تقول كلمه واحده، الجزائري احنا مطولين دوم الفينال ان شاء الله.